خلال مشاركة عساف بمهرجان الفجيرة عام 2018 حشد كبير من محبينه التقطوا معه صور مباشرة على المسرح أثناء غنائه لكن هالمرة أزمة الكورونا عم بتخلي الكل حذر من الملامسة فكيف تعاطى عساف مع الأمر؟ هلا بهالاجواء وكل الناس خيفانه من من الكورونا وازمه <applause> الكورونا هالمسرح المسرح زر... بتذكر السنه الماضيه المسرح كله صار عندك عم بيتصور من سنتين هلا سن رح تخليوني اقربوا يتصور بس عادي عادي شوف انا 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 انسان جدا مطمئن شوف بحس دائما على السوشيال ميديا حقيقة هلا بشوف يعني الناس عم تهول كثير للموضوع شوف لا شك انه بحسسوك شوي بالخوف بس يعني مش لدرجه انه تعملوا لنا هوس يا جماعه يعني <applause> مالكم أطمن طبعا يعني بتطمنوا يا جماعه والله العظيم كلها على الله يعني انا واحد شوف لا, لا ببعض اماكن يعني قبل فتره كنت بصراحه خليني اقول كنت بالعمره حطيت كمامه يعني بالاماكن اللي بكون فيها كثير جنسيات اكيد يعني بحط اما بقول لك انا ب يعني بشكل عام النظافه الشخصيه يعني هاي شغله يعني بديهيه واقل من طبيعيه يمكن خلينا اقول لك بالذات لانه كمان احنا بالامارات وانا سمعت عن انه في حالات وبتسمع كثير الناس بضلهم يحكوا كثير فانت شوي بتهتم اكثر يعني بالموضوع هذا اكثر بس مش لدرجه انه اعمل لحالي هوس واخوف حالي لهالدرجه يعني بس الناس على السوشيال ميديا يا جماعه طولوا بالكم يا جماعه والله مش مستاهل الشغله ارموا حملكم على رب العالمين